من موسكو حول الموضوع أندريا أونتيكوف المحلل السياسي الروسي، مرحبا بك. يعني أبرز ما هي أبرز القضايا التي تم التركيز عليها في القمة المصرية الروسية، وما هي مخرجاتها؟ في الحقيقة أنا لا يمكن أن أحدد نعم أبرز القضايا، هناك عديد من القضايا التي تشمل العلاقات الروسية المصرية، هناك التعاون الاقتصادي، هناك التعاون في مجال بناء المحطة الكهربائية النووية في مصر، هناك تعاون في إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، نعم كذلك هناك عديد من الرؤيات المشتركة بخصوص القضايا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فلذلك يعني أنا أود أن أشير إلى أن هذا التعاون الروسي المصري خلال السنوات الأخيرة، أي ربما بعد 2013، هذا التعاون مثمر للغاية. و حتى هذه الزيارات العديدة لرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا وكذلك الرئيس فلاديمير بوتين إلى مصر هي عبارة عن عمق هذا التعاون بين بلدين. نعم. طيب سيد أندريا، تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا ومصر، على ماذا بنيت هذه الاتفاقية وما هي أبرز سبل الشراكة بين الطرفين؟ أنا أعتقد أن هذه الخطوة طبيعية والمنطقية نتيجة كل هذا التعاون الذي ذكرته في السابق، وأنا أعتقد أننا بحاجة إلى تعميق هذا التعاون. لدينا آفاق واسعة فيما يخص التعاون الاقتصادي، وأنا أعتقد أن روسيا جاهزة لتقدم كثير من الاقتراحات تجاه مصر، وكذلك لدى مصر عديد من الاقتراحات لروسيا. وكذلك يعني كما ذكرت نحن بحاجة إلى تعميق التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مصر هي دولة عظمى وهي الدولة الرائدة والرئيسية في العالم العربي، فلذلك روسيا تفهم بكل وضوح الدور المصري حتى في حل الأزمات المستمرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، اليمن، ليبيا وإلى ما هنالك. ولا يمكن حتى إيجاد حل لكل تلك الأزمات دون الدور العربي بارز فيها وعلى رأسها طبعا الدور المصري. نعم السيد أندريا أونتيكوف المحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم.